يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا جزاك الله أخ محمد الأمين خالد بعد ما سنعي نحن نوحوي كلمة ترحيب للدكتور محمد قاسي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علوم التعليمي ومانت حفلت قبة حفلت أسوكو سابسان أفر سنة دروس سعوتي وصبح مرحلة واد لهاد إني مانت لسوء ختمة فضيلة الشيخ الوالد الدكتور عبد الرحمن ورداري وكسو آخرين هاي مركز كانوا كسو يدي ومانت لو تلقلعين لو سنعيوه دور برامج وكمدة إن دتك رجارس أردت أنت بقولي لسعودين كأن أبين أولادان مركز كن مدة لبات إن دتك وحبرن هي أفرت السنة إن لوصل ما يمحد يجرى عرض لوصل سنة يو وحبرن هي لو تجربة كذبنا لسي إجازات لبعطين كتاب كل ما تهلكن تفضل الشيخ عفوا الله مستقبل 20 كتاب باكو دمادنا ومحالي جيري فنون كالقدسان ايه هلكم كو دماتي مركا السيكل هايان ايه كل شيخ هاي نوشر حدونا سبح ذا قيب ابنان تماشي كسوا دماتي ياربضة واجازة لسين هي السنة المتصلة ayaa halka maanta aan ku soo bandhigaynaa ku soo dhawaada jazaakumullaahu khayran maanta waxaa marti sharafnaa culimada magaalada wa ala raasihim fadiilata sheikh alwalid sheikh muhammad abdah alkabdaable iyo sheikh umar abdullah abyal sheikh abdullah uthman ishaaq wa kadalik sheikh uthman mahmud muhammad wa sheikh khalif wa mudir madrasat salaam muhammad daawud sheikh وكذلك فضيلة الشيخ محمد عبد الله الشيخ آدم مدير مركز إمام مالك وكذلك جميع الضيوف من خارج طلبة والطلبة كلكم مرحبا بكم جزاكم الله خير سعود هذا فعالياتك
وكذلك الفضيلة الشيخ والد شيخ عبد الله الشيخ علي قورة أبو فيصل جاء وصل الآن قريبا. مرحبا بك شيخ سعود، هذا كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نحن وحيقي ولكن شيخ حسن حسين وعربنا منه جيبي كلمة أسوأك الله يعفك أردده حلقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، وحان ليدي بينان أردد ميشن سيدو الشيخ محمد نوشي أفرت سنة أما شن سنة سود دالين ميشن كليبانين كلمة مثشو إن المعنى كي هذا واختيار كوبان. أولا إلهي بأنكم مهدين سبحانه وتعالى مجلس كان بركة سنة مباركة نصوبة فجي. ثانيا مركة لبعض دكاس ورمضة يو أهل خير كميش صلاحة دير أيغانة مهدبان أيغانة إليين. انت بعد ذلك وحن أمالين والقصون تنميشن ولغا الليبانة نك إلهي وفجي ومانك الله باللعب انت هلا سعودي ولغا الليبانة سوى شرحان نوشي لبعطان كتاب وتقريبا إلى تضبط فني سكول حجلته يا له أخريي شيخي نو أخريي إلهي سبحانه وتعالى إنه أذن بدافه وإلهي سبحانه وتعالى أحفظي أهل كيسي نفتي سي مال كيسي إلهي أحفظ الدين تيسة أنا كان علمي عنك قاعدنا إلهي إنه نقو أنفعه أيان إلهي كالرجينينا أنا كان وحيتو سالنا تاي إن دين تأمانة أي تاي وإنان أهان وان أخر استكالية هذه قضية ماشن أفر سنة شن سنة أدفت لدي مانتنا لو قدونسينا يا أفر سنة شن سنة وحي معناها ماشن لو قبراي إن أمانة علمي أو لو رجي أي تاي ميل أن فساعدنا الله غرب أمانة داس إن أنا كان أن قدنا أيان غربا قفك وحبر تهدي وحي أوبر تقو قدين وايو أصلاً واحد اللي قمت حرابة اللي يقول علمي يسه الماما وفي علمي يسه كيات سادو وضدك أباهن سيوهايو إلهي أصلاً وحوكي امتحانا ابتلاء الله بنسياني أنا أسكي الماما بقى ومعنى وحايا بريبان كتب مرأي وبريبان كتاب فلان حفظي بريبان سدع أولوه سدع أمبا صوهري تانا إلهي بان كمان قال سبحانه وتعالى مركا شيخي حفظه الله ورعاه نصوب برباري انت نصوب دعاء فربضان احترام فربضان ايو نقوله اي ونقول دعينا ان فربضان اخري ادون بو النظان ان انا لفريسان ويو بريع انت محوان نسقان باس كجرتا علمي والله اخرنا لكن محوان عيبان يرلين هاي عيب تاني الهي انو نقبحي او علمي سيدي لأرك جير الدين تن وانا كالدح لجوالي قيد بو سيدان بأنا نوصو باردي ان معنا وحاوا ان امانة بقودنو ما أنت نروه ورجنها يو يعني ندل صارا وضدك أن قارسي إنه كتبت على بعضنك إيه الآخرية 40 بعد لباب اللاوي كتاب يرى التوحيد أقيدا والوخة تمين لبعضنك كتاب هذين نور بو أدى التولى أدى مجالة من جوكتي أدى معنا وحايا ما جرتبه إنه اسخب ضيضة أما هذا إنه تقد بسه بحنه وقل مهم سأنا ندل صارا شيخين أنا إن بدنا أمود لعينه علماء الإسلام كأيغن وحنا براينها بين إيمان نوتاغن إلهي حفظي المسلمين تدمع الله حفظيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نوحي أساد كوركتين جدولك عرض النماذج من دراسة المتون سأل نقلني ما شاء الله عطان كتابة اللي قد ميهي خير بضن باك داعي مركا أرددي كتب تحفظيه ayaan jacleysan leh maartay ana madajidin ka tusno marka waxaan u yareynaa mid midan u yareyn insha Allah meeshan soo istaagaan kitaabkii soo diyaariyeen iyo maartay waxay nood yareen ha soo kooban insha Allah waqti aan hayo waxaan u yareeyay Sheikh Haajir Cabdi Jeele oo ay noo soo bandhigi doono Riyadu Saalixiin Sheikh Haajir bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الإمام أبو زكريا يحيى
وهو ابن شرف أنه رحمه الله تعالى باب في المبادرة إلى الخيرات والحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وإن شاء الله تعالى أنت ولي عن مارك كتابك عن مارك أي أنت سرين كتابك عسكر إيمان كأنجيل وحر في الجمال الكبهية كتابك حلي رب عبيان الصالحين إيمان بن حلي رمي عيسى الإمام العلامة الشيخ الإسلام الفقيه الزاهد الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن الشرف رحمه الله تعالى. وحول شيء منك في المحرم سنة 31 بالنوى ملي رادو كل شيء. وحول كل انتي رحمه الله تعالى إسلام الشاس عند أهله في ثلث الليل الأخير هوان أربعة أيوب انتي بشر رجب إمريسي لغطني أفر سنة كان أولها لحبقل لأهدني تدواء إمامك رحمه الله تعالى مكود انتي مشي وكود انتي ارتجفت دمشق وما حولها بالبكاء رحمه الله تعالى ماشي وما أجري أهم باخد عظيم أنا آد أنا أتأسف عليه المسلمون أسف شديد آد وما أتأسفين جريسة رحمه الله تعالى ونفع المسلمين ونفع المسلمين بعلمه مسلمين تنا أمي سأد وما رتي أتأسفين لمنك وغيرها مصنفات عديدة مصنفات كيسة عكمية ويفربري عكمية الأربعون النووي المجموع المنهاج للشرح الصحيح المسلم من عجاج التبيان في آداب حملة القرآن رياض الصالحين روضة الأذكار لكن من قول اليوم متاسوها معناها مصنف كيسة يفبغا باب كده أسر الله أبطه باب في المبادرة إلى الخيرات والحث عليه لخير وهو باب هي وكسى أبسين هي خيرات كأمود الدنيا والحث على توجه لخير تفكأ وجه إستاء ربه بخيرك على الإقبال عليه قابل بالجد في الدلالة من غير تردد نسوى عن نارة تردين كلا ولوينين. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى فاستبروا الخيرات خيرات كون لحتمة أولود الدية خيرك أولود الدية ويفربون تاي خيرك أولود الدية أدوى فربون تاي مثلا هدي ما أرتي على ارتمال علمي ما أرتي الوهي أولود الدكتو خيرك أسيا هدي على ارتمال تبرعات المسلمين تحلو قرانا أولود الدكتو أيد الشرح هذا وديني لكن وقت ليس مهين وصارعوا إلى مغفرة آيات الله سبحانه وتعالى وصارعوا إلى مغفرة من ربكم أدر دي إلهي مار مغفرة سيد المدرف كيسة مغفرة الله سبحانه وتعالى ويغفر الذنوب إلا الله وعكملة الله سبحانه وتعالى الاستغفار من الله ماتو التوبة من الله ماتو ويسيري كميلة صلاتي كميلة صلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات الوابين وإلكترية الكبائر حديث غرية وحورية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث كاسية وبابك قصة أبصل أبي هريرة ضعها التعريق بهية مغاف ربنا بولها نهود أبو هريرة أبو هريرة الدوسي عبد الرحمن الصخر الدوسي وعلى صلى إسلامي سنة خيبر سنة التدوات وهجودة معنا النبي صلى الله عليه وسلم وكوجه في غزوة خيبر نبي صلى الله عليه وسلم وعلم وراء ثلاث سنوات صدح سنة ولم وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ولازمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمة تامة صادرت يا غريب وغريرة رضي الله عنه وارضاه لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائل نبي الله عن كحفظي صلى الله عليه وسلم لأول من كحفظي بيرو لأول من كحفظي نبي صلى الله عليه وسلم وهي أن أحدهما الذي لكم وهو الذي ترمونني وأمد وأمد كان عجيل شيء أكثر عن غرير أمين وأمارة أمين هو بلي مثل كان مفر بلي ومفر بلي أو حري أفكيسة مرد هو كمية أبو غريرة رضي الله عنه وأرضاه بك حفاد أمارة المكثرين تكملها وسأل الرئيب أبو غريرة يليه وعلو أمارة تدولة وحلوكم يا أبيات وعكمية أبيات كأسأل الرئيب أبو غريرة يليه ابن عمر
فأنسني فزوجة هذا الأبر ثم ابن عباس يريه جابر وبعد الخزري فهو الآخر لكن كيف الرئيس على الله صحابة أحديث ربنا نوري سؤال لي دعا كمية دعوية دي قيل هل تعلم من أكثر منك يا هريرة وأحاديث كابلي ومقرني سابة لي مركز هريرة أكثر مني حديث عبد الله بن عمر بن العاص كيف أن يسوك يبني مركز هريرة إنه يكتب ولا أكتب أصلا يقول الجنود عشان لما أعطي نقول إنه يبني لكن كيف حديث كورنا يا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هيرا دي بادروا بالأعمال أعماشا صالحية كب الدنيا أمارتي لما صلى الله عليه وسلم فتن فتن فرتها لك ليه هذه وكب الدنيا فتن تاسو كقيد عليه مجلم هذا كم بدي يسقى بلدي سواك وتكمية يصبح الرجل وكي المرأة منك هو ابن سنة يا هولي دا والمية مؤمن الأسوى مؤمن حال مؤمن ونمسي وقرأ سنة يا كافر الأسوى جالة يعني فتن تاسا فتن مارتي لا أفك حد قال لدي أسيني سواء ويمسي وقرب السنة يا مؤمن أسوى مؤمنة ويصبح وابن السنة يا كافر أسوى جالة يبيع وهو يبين يا وقال يا معنى الدين ودين تيسا بأعراض من الدين الدين وكل يفسنة يا لكن حديثك وحاولي المسلم باوليان مسلم حديثك كلاو أن قدره وحاوليان نوفي شندر لغا نوفي فضلا إن الله دره وحير مارت نوفي لا لكن إن شاء الله أنت نلسى مار وحير مولدره وهو الحديث كما حاولنا يا سيدنا ساسو قال اللي قال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه جابر بن عبد الله وارضاه الحديث كاس مكا جابر بن عبد الله نفتي فضحوا تعريف قبله وحاول يمين هو ريح المدينة وانسارة وحاول يمين كاسية وحاول الله يبيس عبد الله بن عمر بن حرام وحاول وجري أحد أيها قبلتي سحال الله نفتي وانا الدين سحال الله نفتي وانا أيادي المعنى وهذا كتري يا أبي عبد الله بن عمر بن حرام تدوز بو بكتري يا واحد بان ما أتلد لي عبد الله بن عمر يا قال يا دشي معنا عبد الله بن عمر بن حرام قال يا دشي معنا مكة وحوي مكة وحويا وحوي مكة سوى قتري تدوز بو بكتري عبد الله بن عمر بن حرام وهو كمية أمارتي لا تمشكوش من الله سبحانه وتعالى والله اللي سخاصان لله اللي وهي ما تملي علي عبد الله سبحانه وتعالى متسوفين وان تملينا يعلي يدوب يعلي او دور جير مارت في سبيل الله مصاب بتاع الله تملي غير معنا ابو عبد الله بن حرام ما حديث كاستنا هاويا الغلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان قتلت في سبيل الله أرأيت إن قتلت بل يورم بلا دليل دلو لو محمد ودليل دلو والديات أن قبلته فإن أنا أنت أنا يا قال مكا سحورة في الجنة جنة أنا دو حاولا قال الله قف كستقر رضا مكا سحورة إسلامك وهو سمي فألقى تمرات كل في يدي لأنه سم ورأ فجرين محمد ورادة مار تمرات تمرين هو هي أبو حوري ثم قاتل مكا سحورة دلالمي حتى قتل ولا يجره ولا يجره أبو مارتي إسلامك ودلالمي مثلا انت حلقه قال يا باب كان كجر لي باب مبادره الى خيرات خيرات ودردي خيرات ودردي الحديث اللي هذا هو ان كسو غادنا هو حديث اللي بعده كسو غادنا هو ورنيا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يا سيدنا مارتي يا ولي حديث كاس يا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم كما كجرودي او هو هجرودي المدينه اي هو ما تهوليسا ام سليم بنت ملحان مركز وحي تراضي ميكا يما هو كاري هكو خادم واسو طبعا تبنجرة نبي صلى الله عليه وسلم وحاك المي ومه نبي دو كيسا وفوق مالي مركا وحاوليان موسى فاروق حضر ولا سفر نبي الله طبعا سنو الازمي وحورا كميها سيانا مع المكترين فأيو كميها نعرس من مالك رضي الله عنه مرلات بهويدي سكوسو الله رتي دعونا كدلبتي دعاء أي كدلبتي معنا سدح شيء بمركا إلي النبي ونبر إلي سبحانه وتعالى ودعي عمر دار الله يوسيه مد الله يرحمه يوم جمع إلى وهابري ما يفرب الله إلى وهابري إلى يوسيو أولاد يسير الحي جارين إلى سد بقول أو ما أرتوا حي جارين عروت يسمار إلى سد بقول بيجارين تقريبا وعسي ما أرتي هو ما أرد أتصل أي إلى لي رد عسي أنت ولا إلى بقول إيه الله لا تم بك يا صغيرا معنا تقريبا ما كان اسم المالك رجل الله وعن وردة وعن ورا معنا نبي جواشي إلى سياش مستنى يوسيو ولا وهنا كميا ممن مات من الصحابة بالبصرة وهنا كنت كميا معنا
markii ay ka sheegteen xajaaj bin yuusuf nabiga sal allahu calayhi wasalam maratay ay ka sheegteen asoo aakhira cumri joogo taabiciinta ay ka sheegteen ayuu wuxuu yidhahdi maa min zamanin ilaa waladii bacduhu ashar zaman ma jiro ilaa ka dambeeyey maaratay kasii shar badan ee wuxuu yidhahdi maaratay sabr yuri ilaa ilaa kala kulantaan subxaana watacaala markaas xadiidka marka dambe wuxuu yidhahda samictu nabiyakum sal allahu calayhi wasalam waxaan ka maqlay nabiy illahi saaleh marka dhowr warqad baa iyo saala oo liis waa marka askar ma adkaystay alyar la yahdo marka insha allahu taala waan soo gaabinaya waxa kullu baan la soo diyaarin wali maarta ma gaarin laakiin waxa weeye maal waxa weeye waxa maadaama oo maarta la soo gaabinayo waan insha allahu soo gaabinaya insha allahu taala min ma khatu minhu min shaydan wa min ma satu min allah wallahu wali tawfiq ghadir alayhi wa sallallahu alayhi ala nabiyina muhammad waxaan kala qotay milay yahay liirada aniga abd alrahman abd jalal al maruf bi ismi hajir hajir wali qama taasan ka tagay taariifta sare marka sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma sa yakhal hajir haa karanna maratoonan sura ka bixin noqadka wanaagsan ee qiimaha badan ay ardada wala socdaan cashirka sheekha ay u fahmi hayaan maxaa ku xuga al shakur muhammad ibrahim marka al shakur shaab shakur muhammad ibrahim insha allah kaasan soo argaab insha allah si hajir u san مغضفي العلوم او شيخ ويهي شيخنا حفظه الله شيخ عبد الرحمن ودره الله سبحانه وتعالى جنته فردوسه جاي كتب بدن او شيخ نو سو اخريي او الى 20 غاريا كتاب كميده ان اخريي ان ربا ان شاء الله تعالى كتاب و هو كسابسن يحيى فن مصطلح الحديث مغعيسنا وحا لا دها نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر كتابك وحاسكلا الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري مصنف كحو معروف كيه أو أدلوية قانا ابن حجر عليه رحمة الله مصنف كحو رشي تدوابق التدوات يصد هذه وحونا هجري وحونا دنتي سيديد بقل كنتن يلاودي رحمه الله تعالى مصنفو حالي قرآنكو حفتي سواس تقال جيرها مصنفكو كتب ضمبو ليهي وإمام معروفو ليقانو أو مذهب الشافعين أو نسبة شك مصنفكو كتبتي سو حاكم دها معروفك آد لو يقانو بلوغ المرام من أدلة الأحكام وحاكم دها تهذيب التهذيب وحاكم دها الإصابة في تمييز السحابة وحاكم دها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر كتاب كان المهندة دول تاقنهي أو كتاب آد قيمة بضنا وحاكم دها كتابتيسا كتابتو آد أوفر يريستانا كمدها شرح صحيح البخاري ومصنف كم عابي رحمه الله فتح الباري وحا كمدها النكت على كتاب ابن صلاح تقريب التهذيب كمدها مركب وقت أوير أوغي قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله إله سبحانه وتعالى وما هذا سكلا الذي أليه لم يزل أن كزول عليما إنو يهي على علم بدن الحمد يورن مصنفك وحقوق الإله سبحانه وتعالى الحمد أشهى كجرت واستغراق لله لم تكجرتنا واختصاص الذي لم يزل عليما قديرا عليما يقديرا وعلما مقع ومقع إله سبحانه وتعالى كمدا وصفنا حمبارسا وصلى الله الله كسلي وإله سبحانه وتعالى ها أمانه على سيدنا سيد كيني محمد محمد أها نبي عليه الصلاة والسلام سيد بها سقى شغو يريه أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنت نبي آدم ضري أيان سيد وهي فانما الذي محمد كي أرسله وألا صادري إلى الناس ذاتك وصادري بشيرا حاله يهمد بشاريني ها بشير للمؤمنين ونذيرا حاله يهي مدقية حقود دقية ذاتك عاسي إن راعين أي نار أو قدقية وأقول الله سبحانه وتعالى له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آل محمد محمد آل كي دوش الله نصلي ها هذا وسحبي سحابي ديس وحوسك عطي مصنفك رحمه الله صلي آلك يو سحابة مركو مصنفك كسلين يو صلي آلك نبي عليه الصلاة والسلام وحو خلافة وردين يا قال الله نواصب أو قالك النبي عليه الصلاة والسلام عداود أموجي صحابة مركو كسلين يانا وحو مصنفكو خلافة يا أم أوردين يا
قلو صحابة رضوان الله عليهم لعنضي قلو ذا آل كالنبي عليه الصلاة والسلام وحكا شاكتئ اللغم مرواي وحاوي نواصب قلو ذا كالي صحابة وحكا شاكتئ أما صحابة لعنضينا محالة لها روافد أما شيعو وسلم الله سلامه تسليما سلامت كثيرا فربضا أما بعد انت كذب أما بعد وفصل الخطاب وهيك لسارسة مرتدي يصلب الموضوع هي مقدمة دي عرتي أيك على بحنا سأو أنتوا هالين المقدمة هذا اللي قفهمي حدنا معناه لقليه كتاب كنوح كيسة فإن التصاريف التصاريف هي كتبت اللي قري في إصطلاح أهل الحديث أهل الحديث كإصطلاح هذا هي مصطلح أهل الحديث كتبت اللي قري قد كثرت ويبضتي قد كثرت تصاريفها ويبضتي وبسطت وأنا اللفذيي تصانيف تس واختصرت وانا لسو كوبي او مختصرات بلا قري كتبت لها قروي بدات ابي مصنف وقت علبنا دلادي ان شيخ اوغه ري واخ قري وحي لين علماء قار وها ويه الامام الشافعي علماء قار وحي لين وا امام علي المديني لكن سير راجح مصنف رجح يا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه نزهه النظر وها ويه كتاب شيخ اوغه ري كتاب مستقل كقرو الامام القاضي ابو محمد الرامي هرمزي ان وبوشدت مصنف يوري ولا فيديه كتب بدن او تصانيف او فيد او مطولات اها يلا قري ليتوفر علمها كتبته وها كامده الفيه العراق الفيه السعودي وغيرهم كتب بدن بلا قري واختصرت ولا سوق جابي او كتاب مختصر له لا قري ليسهل الحفظ سي كتبته ان لا حفظيه او معناها ان حفظه او فضاد فسالني بعض الاخوان قار ولا لده كامده ايا اسئاشي ان الخص ان ان اسوكو ان الخص ان ان سوكو له المهمه انت مهمك من ذلك ارنكس علمي على بسديه فأجبته وان كيالي ها وان كأجيبي إلى سؤاله سؤال البعض قارك سؤاش ويدي سؤاش ويدي ستين وان كيالي رجاء أنا قدريني الاندراج لحقل في تلك المسالك مسالك تاس نشر العلم يعني لحقلو والمصنفين كتبته بذل اللي في أنكم من نظام سيد لحقلو علمي شرعي سادرت من أغيري مصنف كوري وقت عبية درادي انتها سنكو سوق بقبير يا والله أعلم بالله توفيق صلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاك الله خير خال شكور ما شاء الله قابك ونحشان وصوبة لهي انت موجود بين أرضي يلابات أرضي سدحات وآخ كونسيقة وزارة الزراعة حاك لونو نرسو بيري شخص معي مديرك خديجة بنت خويلد وإما سيئ مرحبا بكم سيد واشا أنا كل جرني أرضي ما أتسوع عبدني سي دروس تبو أخري يتعبكوا نفسين وفهمين حاكوك هو أحمد محمود آدم محمود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا أحمد أحمد محمود آدم كان نبدأ أردد مركز دار العلوم وشيخ ويهي شعبد الرحمن حرسي فارح وكما قادر شعبد الرحمن وردير تتقار ويهي غانان شعبد الرحمن بخاري حفظه الله تعالى ورعاه إن بضان شيخ كبهي جهدي سسكوكي سو كتبت اللقبين لها أردد أفهنسين لها إنا واحد لقبين واحد برتان علم قاسو النقطة علم اندراسي إن بضان لقل يحتوى لقل مغناء سو مركو سونولين لها بوديبو قلي إلهي سبحانه وتعالى خير بضان نصيه دورات سدحه ونوسو أخري وحاكمي ده منظومة الليرة ده المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية وحال منظومة حافظ ابن أحمد الحكمي شيخ الليرة ده قرد الشيء كن سدح بقول أفرتن إيا اللبضي هجرية ده لنتين كن سدح بقول تضواتا إيا تضواتي هجرية ده ده آدو يرنا كل انت وصدن يشتنجر ميلهاس كل انتي أهانا نين إلهي سبحانه وتعالى ده داسير أبركي كتب مؤلفات نوليه فربضا أو كم ديها كتابك عقيدة ده سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول إيا كتبك على وليه مالك وقتك سامحين إن الله تريوه مقعيد وضع إيا شاخ من قبل سنسي شيوه شيخ رحمه الله تعالى وكتب الله بكتابك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالعلم
بيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم. شيخ رحمه الله تعالى كتابك وفر بدي وابيات فرب الله بقول زياده قالوي مركه وحان ربا انا وحير كلقبيه بيتكو عنك بالله يا صدني سدهات وحير شيخ ويذهب الدين والدنيا اذا ذهب العلم الذي فيه منجات لمعتصمي ويذهب الدين ودينته ويتجي والدنيا ادويد ويتجي اذا ذهب العلم مركو علمي تغو الذي علمي فيه لحدي سؤية هاد منجات لمعتصمي كي قبصة دميد وكبت بادي وهو شيخ هو ذا رحمة الله عليه مربى هدي علم اللي هو يهدي الدنيا يدين وأسديسين وحون إشارة يا حديث كيها إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لأن محايا لهدو علم تقوه هذا علماء ذين وير رعضوه وير انتين علماء ذين انتان علم تك علم دوته الدين مهيسي دين هدادة هين أدوية مهيسي أدوية وبابي العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه العلم علمه يا صاحي صاحبك يجيو يستغفر لصاحبه صاحب العلم دمداف ويديا يستغفر لصاحبه يطلب الاستغفار وها استغفار ويديا أطلب أهل السماوات والأرضين أهل السماوات أهل الأرضين كالبضبا وحين أقدم دمداف ويديا الله سبحانه وتعالى من لما من صغائر الذنوب كذاك السيع صوك لسيع أهل السماوات والأرضين كان دمداف ويديا صاحب العلم تستغفر الحيتان ملايقنا دمداف ويدينيسا في لجج هرر كجرتا ومن البحار بلاء له قفك عالمك علمي يغان في الضوء افتينك ايو والظلم مقدق وفي الليل والنهار وخارج مدبحي في طلاب العلم الذي يطلب العلم والحق أصو علمي حق راذين يبحي محتسبا حال ايه مدى جحي ساب صنية مجاهد مجاهد في سبيل الله وضضع لكدولي أي كمل أي أحسن مجاهد مجاهد مدفع في عوي لأن محايا له جهادك وحلوقي بي الله وسلم لقيم شيغو وجهاد بالسيف والسنانة يجهاد بالحجة والبرهانة مركا إسقاب صدان وحسيح وقبضان كان ضنبه لأنه محايا لكاسة عدو قيسي أعدادي سنة بضانتها وأنا مهنة الرسول وجهاد الأئمة ساسو يري إبن غير رحمة الله عليه لبدأ الجهاد كان عصينا في عبادن بويري لأنه محايا لكان كالي وجهاد السيف والسنان انت أتاقن ويفر بضانتها لكن جهاد كان كالو الحجة والبرهانة انت أتاقن ويرتها وحير وإن أجنحة الأملاك تبسطها ملائكة قربها ذو يفيدني لطالبيه طالب العلم يفيدني رضا رالي هانشو منهم أي ملائكة رالي كتهي بسنعهم أرضضوا حيسميني سوء طلبة العلم والصالحون كوا قاضي طريق العلم وضد علم يسلكهم وحقاسيني بارئ النسمي الليه نفت أبوري طريقا وضو إلى الجنان حق جنوين فقاسيني مركوح إشارة حديثها حديثها من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وسامع العلم متك علمك لغي سنية يوالواعي متك ويلين ليحفظه سوء علمها أحفظيه مؤديا حال ويه متك ذنية ناشرا هدنا فافنية إياه علمك في الأمم أمضيين أحد كفافين يأسغنا يسلك طريق الجنة فيا نظارته ألا إفتينك سبضنا إذ قار كان هو هذا متصفا متكصفيسا بذا ويلين تاسي نشرين تاسي بدعوة خير الخلق كلهم خلقي لما انتوت كي اخر بدنا دعاي سو كسفيسنا كفاك وحاك غفلا النبي صلى الله عليه وسلم ادعيه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع وكن صلى الله عليه وسلم لها سلام نعيين وحير دم هلي سقف اهل الحديثه الا في وجهه نظره كفاك وحاك غفلا في فضل اهل العلم اهل العلم فضل قود وحاك غفلا ان رفعوا ان لكوريال من اجله علمي درتيسا درجات درجوين فوق غيرهم اي غير كود كركود يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كونا خاصة آخرة الدنيا آخرة لبضبة إله سبحانه وتعالى رفعه أقليه وقرقاضي هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الشيخ أحمد الحمود. أنا وحبي عبد القادر حمود عمر إن شاء الله وي في عنا هذا الوقت اللي ما حيسمى ونقرى حيسمى توقع في عنا التالي وأخر ما يوقع الوقت يبقى نوير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مقعي بويا هي عبد القادر محمود عمر كان ميدا أرضا وحكبرتا مركز دار العلوم التعليمي وشيخ يا هي شيخنا الدكتور عبد الرحمن ورداري حفظه الله تعالى وماشى أنه أخرى فنون أضف رمضان فن كميدا وانكفى إذي سنيبا ربائنا عن إذن لوذاقه أنت أخت أبو إيسا محا إن شاء الله تعالى كتابك عن ربنا وحكت لما وأجرومي إما ضواتق أنما نملن وكتابك فنك النحو هذا أصل كواوي أما قواعد أنت بضن النحو هذا كوريكتو أيو مؤلف كوكوشا يجي بل النحو هذا هذا يردو ليستاقنو حق اللغة ذا معاني بضا بيلا ذا النحو ذا وحالو يطلاقا جهة ذهبت نحو فلان وحالو يطلاقا شبيه أما مثيل مثل فلان نحو فلان وحالو يطلاقا وكلا الطريق ومن نحى نحوهم حق اللغة ذوي حق إصطلاحنا قولي ماذا حيكو تعريفيان علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها كالعراب والبناء وحيدا نقول ماذا نحو حال إلى علم وأصول كردستان لقال صباح من كلام العرب خصوصا صلوا قرنا أحكام الكلمات العربية كلموين كعربي أحكام تظلوا قرنا حال تركيبها مركا ليس صار يو حق إعرابتي حق بناء مركا شيخ كتابك قري شيخ عانوي وحال إلى أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي الشهير بابن أجروم شيخ وحول الشي سنة كجرد مركوها لحب قل تضباطني لبذي وحول انتي تضباب قل لباطني صدح دي رحمه الله تعالى كتاب كيسا قيمها بضان مواضيع دوكا ذا نحوها صوكوبو مؤلف كحوكها لمركو رمعنى الكلام عند النحاتي وأقسامه وعلاماته بوكها اللي وحاك لوكها لمعنى العراف علاماته ويواقسام المعربات نوكها اللي وحوكها اللي أفعال هي قيبيال كذا هي قيب كاستحكم كإلي ضيب وكاه اللي وحوكاه اللي مرفوعات الأسماء وحوكاه اللي منصوبات الأسماء وحو كتاب كسو قبقبيي مخفوضات الأسماء فنقا أبواب تشيخ كتاب كوكوشا قدان مديران كتل مامو معنى الكلام وحولي مؤلف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كلام وحال إيرا لفظ وحل ورد وقوي المركب ليس صاري المفيد وحفايديني بالوضع قابتي قابك عربتي ودجين وحفايديني مؤلف حكوب الله بي الكلام أشياء علمته حيدهن وحي بدل كتي مضاف له ماشا كما قانو وحال إذا كلام النحويين ذاتك النحويين تاوحي كلام ويقانان وحي شروطا صوصة وطلقها لي بكلام ويقانان حقا بشبه اللي قليه وحال إذا ألوى حرف مضاف له واسمه سيوكل النائب نقون كران علمته جوابه كبحيان ده وقته مهنه وحود مركة اللفظ كلامك ووحى الغرد وقوي لفظنا وحالة ده الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية وعود كلان سنية حروف تحروف الهجاء إلى حروف كم إذا كلان سنة يوي ماشا مؤلف كحكوح ترازية وحوح فائدين يا لكن صوت أهن كالكتابة والإشارة هذه قفك إلى هبل مارك تدوق عن تصاو قفذي ولا فهمي لكن عند النحات كلام معها محل لقواي الصوت عود كبه لقواي وحاكلهم مؤلف كويدي المركب من لسه صاروي من كلمتين فأكثر أما فعل فاعل أما متدية خبر كاس عند النحات كلام ليلة الكلمة الواحدة عند النحات كلام معها سببتو تركيب نمدي بقى لقواي وحاكلهم مؤلف كويدي المفيد مدوح فائديني فائدة تامة وقفكي هذلا يين إنو ماشا كو أمصو أي معقول تهي قفكي دقسين وسنجابو سنكسوين تاسا فائدة تامة ليلة مثال ديلة العلم نافع ديلة وانا لفظي وانا مركب وانا مفيد لكن هديه يا لفظي مركب وفائده وصل لهين عند النحات كلام ما هذا ترى إن قام المدرس هذا ترى مثالها معلمك هدو استاغو واللفظي وانا مركب لكن فائده كما قانو عند النحات كلام ما خفكو حبو كاسوغا يا هدو استاغو معلمكم حسنين دوناوي مده قدن بيسوحولي مؤلفك بالوضع قابك عربت ادجيين وحو فائدين يوي مركة كلامك عدكو هذا الشيء فائده كصوب حضي وإن أي تفائدة قابك عربتي ودجين مثال حضر هذا سوق هذا النه وحاء الضاد الرأوي
عربت وحي أقوت على قلن أنا استعمالان الحضور الواقع في الزمن الماضي حضور دعي وقت هراء مركز هدية معناها إن إنه سدى وفائديو يا لوبا هي أقسمتي صنو وصده اسم وفعل وحرف جاء لمعنوي واسم ومقع وأنا فعل وحل السمية وأنا حرف ومعنى فائدين يوي جاء لمعنى مؤلف كوكوحة احترازية أقسام الكلام وحاكمدة حروف المعاني حروف المباني أقسام الكمال كلام كمد ما هوي مركز تازم قوسي وكوبية وقتك دردد هذا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا الأخ عبد القادر محمد جرينا محمود يعقوب محمود يعقوب الأخ محمود يعقوب إن شاء الله أنا صوت قابيل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد مقعيد على محمد يعقوب محمود يعقوب إبراهيم وحنا كمد هاي أرض دار العلوم وشيخ أولي هاي الوالي الدكتور عبد الرحمن وغيره وحنا ربا هل كان نكوسه كتبيه كتاب كوسه أبسان أصول الفقه وقواعده كتاب كاسو حكومي هاي بقول إيو سدح بيت ومضمير وعسكله الشيخ أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن الصالح ابن سليمان العثيمين التيمي رحمة الله تعالى عليه وهنا عام كويا هاي عثيمين مرة بينا فسيرة يوحان رباء وننا شعر كبس عن أغرية أمتح. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالوصول معين من يصبو إلى الوصول ثم السلام ما سلام غدوت عليه ليعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من دارا وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكديح فيه آخرا لكن في وصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا اغتنم القواعد الوصولا فمن تفت يحرم الوصولا وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها علي الجنان نزلا قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم باب الأصول وقواعد الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم الضرر الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم الضرر فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه وما اعتساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يصرى من أصله وعند عارض طرى فاجلب لتيسير بكل ذي شطات فليس في الدين الحنيف من شطات وما استطع تفعل من المعمور واجتنب الكل من المحظور واجتنب الكل من المحظور والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المصري ففمه لكن إذا فرط في التعلم فذا محل ناظر فلتعلمه وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجات كالعرية. جزاك الله خير محمود يعقوب يوسف لولو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اسمي يوسف لولو حسين من طلاب هذا المركز المبارك أريد أن أقدم لكم أرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية في سيرة سيد المرسلين لابن أبي العز الحنفي. قال الناظم رحمة الله عليه
الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلع فجري ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما رادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست معشر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفى خدمته ثم إلى الشام رحل وكان ذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمري بحير ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكرى لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. halkaan waxaan la weeg cabdusawarkii aan rabnay inaan suurabixin ka bixino ardada qaabka qiimaha badan ufahmin kutubada la akhriyey iyo qaabka cilmiga fanbaareen waxaan soo arday amaanadii inay soo gudbiyaan insha allah waxaan gudagelaynaa kalimaat min adducaad mashaayikhdeena qiimaha badan noo soo xaadiray waxaan soo dhaweynay sheekh cabdalla cuhmaan isxaaq بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا أما بعد كلبا غيرين وقتي هذا ما تشوق نحو والله وأنا لا يركل لي sheekhana aad baan maaragtay xoogow annagii dadka yeelka xoogow fadhiga uu yaro dhibahayaa marka sheekhana fadhiga uu yaro dhibahayaa marka inaan soo gaagaabino baa wanaagsan hal soo kookoobo waxaa weeye bifadli illahi waraxmatihi kulankan iyo tacliintan sadan waa fadli allah subxaanahu watacaala iyo raxmadiisa waasica ah iyo fadligiisa weyn ayuu allah subxaanahu watacaala nagu siiyey annagoo aan maaragtay dowlad islaam haysani oo dowlad kristaan ay noo taliso yaa daraasadan iyo tacliintan iyo ammaankan allah subxaanahu watacaala uu shukriyeynaa waxaa weeye haddaadan nicmada garanin nicmada haddaan la garanin hadday dhibkeeda ay leedahay marka nicmada in la garto waxay ka mid tahay shukrintii bay ka mid tahay culimada waxsaanka waxay dhahaan saddex nicmo oo ibni aadanku uusan ku shukrin karin shukrintiisa uusan gudan karin haba yaraata wax yarna ayaa jiraan saddexdaa nicmo nicmatu alijaad nicmatu dukhuul janna nicmatu alislaam nicmatu alhidaaya aan ula jeedaa يعني نعمة الإيجاد نعمة الهداية نعمة دخول الجنة وصدح النعمة هو وين وبني آدك مشكور انت وسجاري كريم رب سبحانه وتعالى وين هيسي وذلك يسان أحد سؤال شيء رب سبحانه وتعالى مارتي قراب الله أما لشوري أو أبوري لمشرو وين هيسي سادو أركيسان صورة قرحة بدن ayuu rabbi inoo siiyey subxaana wa tacaala suuradan oo makhluuqaadkao dhan inay ka qurx badan tahay
وفضلناهم على كثير مما خلق يعني وحوي مخلوقات كيو دنبو الله كفضل شنو قال لقد انسان في احسن تقويم وذلك يا ربنا سبحانه وتعالى مارتي سدو انه فضل انه كرامي امورها سو دن خصوص يعني نعمه شكرته لو باهن وبالتالي سدو قال وذلك يا بني ادم كسؤال وبركيه سدو بقره غدغي الكتاب يجعلنا في الارض خليفه أنا أقول كان لن يوبا أود أجيب مارته بقر ربنا سبحانه وتعالى مركب بني آدم كان أرتى أنا نعم الله أنا حسوسنا يا وحي الله أنا حسوسنا هنا كلمة أنا ليري يو مارتي وأدبان مارتي وقاعد سنة هي وشيخ يو قرف لي سيدوك على وقت كان أدبان مارتي يعني أنا أسوقهمنا وحاول مسألة كلي حكتة وعلى هذا هدايا مسألة شاس حاويو ولك سنتين نبي دم الله ما صابحين هيو نبي دم بأول صابح المجرو وحاويو نواب الأنبياء أنبياء ذات كان نائب ككاء وعلماء الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مركا وحاقيقو عصية أنيقا إذن كبان حسوسين نفتي دي نفتي نبي ذات كعلماء يكوا ماشنا وحكبر تيو يكوا كلبا وحن حسوسين نوال بقار هانتي سئنوا مسؤولية اسكسارة في أي مكان وفي أي زمان ومسؤولية اسكسارة ومدن الدين كي دعوة الأوقار سيو وأوصل لهن علماء جوكتا ضد باساسا بلا وحا أوقودنكر أوقوتو ودعوة الدين كي أوقودنكر انت تبرتيسا وحن أودين لهن الله سبحانه وما كلفين وفتقوا الله ما صدعتم marka masalada saayiga codsiya waxaan maartay ku soo gaabin dadka ducada waxaana looga baahan yahay way badan yihiin laakiin waxaan ku soo gaabin ninka culimada ahow daaciga ahow haddii aad rabto inaad dacwadii aad ku istaagto anbiyaadii uu ku noqo meel kale ha aadin dadka ducada la dhowran waa kuwe anbiyaadii way anbiyaadii ku dayo إله نبي سؤله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل مركب مالك لها دورنا أنبياء دوره أنبياء لها كقابسه وذا أتكلبها فيرين وذا أتكلبها فيرين مركب دعوة تاسع اللغة بهاية تاسع صبر كينيس تاسع كديش كينيس تاسع كينيس مارتي دعوة إن لوضه marka ragga maartay lan yaradahu waxa leenka ku jira waa idinka yana culama ulayoomi wal gadi wa idinka sidaad hadii umurtiina maxa rabbi ina maartay oo ina khaliq oo ina gaari oo dib ina marin doona ana rabbi weena soo reebi doona duqay way tagayaan wayna tagen waa sida sunnada ilaahi subhanahu wa ta'ala wa yanzuru ma ta'malun waxa samaysana هذه مارتي ومضى الله وأمه شندونا وكذا عودين لقوتا ربي وحان كبر يا سبحانه وعلي إذن كمينك وأنفعه سبحانك اللهم صل وسلم سبحانك اللهم صل وسلم الله وبعد إلى إباه مهدس فلا سبحانه وتعالى إلى يشكوك عن كهي مركز كان علم بارك لسنة خيري أنه نلك المياه انتنا علماء انتنا علماء ووجهه ذا النور عيو سيد إن شاء الله إيمانك وحقيقيها النور وحباء نجا ملك المسيح آلهي لكن وحير وحاول كيف أربط بين بداية الدعوة السلفية في هذه المنطقة في ماضيها وحاضرها اليوم إن أرسكح إلى دعوة بالله وقالي يا مهد وحير أكواب وليب أنو ديرينين كلكم أهل رئيسو دعوة مقاردة قارسة كتالو دعوة سلفية وهي صوب اللابتة ما العذاك صوب اللابتين وهذا وضع سعوتين عرضا وحاها يستي سوفيو إيو عشعريو إيو وحا الله مدى إباها استين مركا سقال الشيخ وشيخ محمد شيخين وكوجر شيخ محمد عبدي هي حاجي أحمد شيخ قاسن هي شن للنجرة ويريره بدعوة كوب اللابتين
waxay soo martay ilaahay weyna waxa jaambaashay karaa waxa dambe been cashay waxa laga sheekeyn karo ma aha waxaan ka idin sheegi karaa sheekh maxamed cabdi oo maalin ugu wacdinaya masaajidka jaamaca yaa sheekha aad buu caqiida u adkaay waxaan u malay suufinimana mar uusan soo marin asaga taas la weydiinayay ayuu isagoo dadka wacdinaya ayuu ooyey ficlanna culimmadu markay hadlayso macaanida taabanaysa ayna oon kartaa masaajidka nin fadhiyaa wuxuu yidhi balaayada iyo fidada alaaba dhigtee maxaad u oon bal meeshuu ninkaa u fikiri iyo sheekha meeshuu ka ooyey balfiin isma laha sheekha macaanida u dhuuxanayay buu dadka ku wacdinayay buu sheekha la ooyey asna wuxuu yidhi finnada iyo fasahaadka ugu dhige yuu hadda la oonhayaa ontu hadda oyn horta balaayada u dhigaa yuu haa balaayadu inta horta dhigaa hadda muxuu la oon buu yidhi dacwada sidaa ku bilaabatay suufiyadii maraakista ka haysa ku kala haysatay laba mar kasoo weyn baa kutaala gaaris mid wuxuu ku yaalay saalixiyaha iska laheede boloodka xaaji sabuulo kasoo horjeeday ilaa u naxariiste ee biida kasoo horjeeday mid kale wuxuu ku yaalay boloodka allah u naxariiste nuur cabdille oo qaadiriyada aheyd kuwaa qaadiriyada aniga la joogi jiray oo aan dariiqadooda ahaa marka dacwada sidaa aheyd waxay soo gaartay iyadoo sheegeeda meelay ku dambaysa la waayay soo gaartay sheegeeda marka u dambaysa meelay ku dambaysa yaa la waayay shahaadada ugu horreysay ee sheekh maxamed cabdi uu na siiyey aniga ibtidaayiga aheyd sanadkii waxaan qaatay 1974 waxaa ku taallay dacwada mar haddii shahaada waxaa ku taallay mar haddii shahaada lagu siiyo waxaa lagu dardaarmi hayaa khidmatu diinillaahi khidmatu diinillaahi baa waxaan u qaatay sheekhii weynaha carada xukumaayo inaan amikaasaan sii daayna dacwadii kolkaasaan wada dhaa khidmatu diinillaahi baan fiirinayna kabta aan ka ordaynaa kabtaasay dacwada ka bilaabatay suufiyadana sheegeeda waa la waayay ikhwaanii marka waxaan islaheen maanta inta wujuuh ah iyo intan culumo ah iyo intanoo mutakharijiin ah iyo intanoo cilmi ah oo dacwa salafiya raggeeda ah meeshan uu joogo iyo sida maanta ay suufiyada uga taridatay mandiqadan aan ku nool lahay laga soo bilaabo haamey ee laga soo bilaabo meesha ilaa boodaay ilaa gaaris tuula tuulaan u aqaana aniga iyo meesha laga soo bilaabo muxuu ahaa libooye ilaa gaaris laga soo bilaabo shanta abaq ilaa gaaris laga soo bilaabo kaabistamakii ilaa balaanbalaa daanyeer ilaa gaaris yaan tuula tuulo u yaqaanaa intaasoo tuulo ah say u badan yihiin kulli masaajid baa ku taallaa maxaad kala socotiin idinka hadda intanoo koofiyad baad qabtiin intanoo dacwo salafiyaad haysatiin intanoo cilmi aadan bartay waxaasaad kor ka shubahaysiin dacwada ceenka ah maxaa kala socotiin maxaadse u talagalsantiin inaad ka qabatiin ma ogtihiin nimanka suufiyaalka ah ikhwaani waxay rumaysan yihiin ilaahay inaan toos loo beri karin laa yumkinu an nadcu llaha mubaasharatan oo cad laa yumkinu an nadcu llaha mubaasharatan fa ina lilaahi rijaalan fa ina lilaahi asxaabu zamaan fa ina lilaahi asxaabu lmutasarif markuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waid qulnaa lilmalaa'ikati waid qaala rabbuka inii jaacilu fi lardi khaliifa ish macna alkhaliifa wuxuu leeyay almacna alkhaliifa macnaaha ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada wuxuu ku wareejiyey sheekhu ku wareejiyey ma macna khaliifa haddaan ku dhahda khaliif iga ah macnaheeda maxaa waaye macnaheeda waxaa waaye inaa hawsha dhaadi kugu wareejiyey marka niman awliye la yidhaahdo oo aqdhaab la yidhaahdo oo mutasarifiin la yidhahdo oo rijaalullaahi la yidhahdo asxaabu zamaan la yidhahdo yaa koonku tasarufayin oo ilaahay wuxuu siiyey sifatu min sifaati illahi buu siiyey markuu ilaahay ahaa subxaanahu watacaala ka mid ah kun fa yakuunu faallahu acdaahum an yaquuluu kun fa idaa qaaluu kun fa yakuunu ilaa heerkaasay maraysaa dacwa suufiya ilaa heerkaas yay maraysaa dadka waxaas aaminsan ee khuraafadaa aaminsan ee qurunkaa aaminsan ee ilaahayga caza wajalla koonkan abuurto inaan looba baahneen aaminsan ayaa ikhwaanii waxay qabsan hayaan tuulooyinkii waxay leeyihiin dhallinyaro intiinan saddex shan goor kusoo laba jibbaarmayso oo sidana kolkoofid u qabaan oo dhallinyaradeenni may haastaan oo ay bari hayaan tajwiidka oo ay bari hayaan musdalaxa oo ay bari hayaan axaadiista oo ay bari hayaan tafaasiilta maaha nimanka meel iska fadhin jireen maaha intaasay bari hayaan kolkaasay taatika ku socdaan ma aqaano sheekh cabdiraxmaan hadda intanoo xirbu haastaahe barnaamijka taatikada uu ku socdo ee ku saabsan tuulooyinka iyo qaryooyinka ma aqaano sheekhan kale ee haasta dhinaca suufiyada sheekh cabdiraxmaan oo wuxuu ku socdaa oo ula fadhiyaa xagadheel oo ula fadhiyaa dhagaxley labadaas meel baa u daran wuxuu ku socdaa ardadiisa inuu qoys qoys u garan oo iyagoo 20 gaarin koox walba wuu u diri mandiqadii ka dhasheen hooyada aabahood ay joogan u diri markaasay tuulooyinka wareegayeen kolkaasay meel walba tagayeen say u socdaan masaajidka utagaan xatay ku bilaabayeen dad iska caama ah oo iska reer miyi ah oo kareer xoolo dhaqata ah oo dacwo iyo diin haasteen aanan jirin sheekhi uu maadan baa sheekhoode sheekhooda kii markaa u socda uu maaday u baa sheekhoode sidaasay ku socdaan
باقال شيخ عبد الرحمن وحنا علم ركن بري هاي برامج كوس علم أوجي حتى المسا أدير ربط شيخ عبد الرحمن ومشي كذا يعني حتى المسا أدير ربط آدير ربان مشي كذا من ربي بآدير ربان من هذا إسكال جورسر ربان متولين كأوكا عين من يمكن كذا اللي يرد عليك ولا الله تلا نشان سيد الله نمي بكور تجر ربان ودعوة النور يسبب بركة سليكون قفر ربان مثلا أنت فرد ربان والسؤال أن جارت أباها ما تنا مشي كذا سؤال شماها واحد الليلة يا حس كهلا يا ماها وسؤال أباها إن مشي كذا ما أنت واحد وجوه النجوى قلبه يصون نقد عليه هذا ماشي وانا القفص وانا القفص عارف دو يصير شوفي ويصون نقطي شو محمد عبدو حس كل ده ليس هدا أركض ماشي واحد مرايين ينمك سيقول قلايين يواحد سمينا دارت والله يابسة لأن يرد على الكلام اللي مساجد قراع مساجد الطول مارس ولا قراع ودرب يصير الدمين وشيخ ولا حجر الدري أروح ورفا ولي أمارت ولي أمارت متى دخل قالوا بلا ما بدي خلنا نهد قالوا ده تدخلك هو يلا بنقول ما حكى سعدة طول ما حكى سعدة ما حكى سعدة طوليك أفرت بين الجزاء كافير الوي هذه كل كم عاد ماشي كويس العلم أبرس إنسان لا أدري بتين شو أشهد أنا يا ربما أنت صوت وصي نادي ويجيو ويجيك جواب تال مركب ورجع أنت نقوم جرو مقالة نقارسها صومها مقالة نقارسها شوف وجوها لكن شوف أنا عبضا تكفير وجوها تبليغ وجوها لكن كل واحد أنا عبضا هسأها تطوليك أو ما لا حد سأقول لك تخرج جعل ناس صار ربنا صار لي حقيقة جيت وياها مركب رجع دل يرى لها الدعوة السلفية هاستي الجوعي محو هاي قحطية الجوعي يا مالها الجوعي قاعد نكون قبض وياه ما هاللي كران ما هاللي كران دويني بعطوه ما هذا هو الشيخ دويني هتو بعطوه الشيخ أخي له كار دنا مولود له كار دنا ولا ندري شوف إيش ندري له كار دنا أنا مش الشيخ بس لحظة أنا في الليل أنا بقت رهيب البان بس لحظة في الليل وحين إسكوتها لكن شوف هاد جو هاد هنا دتك عقيلة هان أي رعسنا بابو عبسوم ب هاي كل كده مكان أفرنوا أو شمها عبد كم إذا دعوت أنت أرتي قارسيس وحنا الشيخ ما شفنا بس أرض ما فرنوا رجعت وحنا أرتي شو بقى أرض ما علماء وان علماء شفنا إخواني بحاجي ليس أنت ليس كود الصلاة برنامج يجون كود برا منطقة قارس ليرا هذا كان قارس ليرا هذا تلوين كذا لان ويسوا انسحارها يا ويبرت انحصار بكل عيا مقالنا قارس بقصة أرسل إنسا قارس ما حد كمان لسوي رجل ما حد العلوم والتعليم لسوي رجل ما حسوي رجل أفر كل أويل ليك بسوي رجل ورأينا دليلها ما يصير دليلها ما يصير شعب عبد الرحمن دخل بالقى جيح مسألة ولقيت الوجي أنت أوبرني كتا هذا الجارين وذكر التعليمين وها الله واحد دليلنا تقولين كبكر لنا أي دكسي كبرنا أي لأن نمك وين أروريان وين أروريان وين أروريان مرك وين يقحطي الله ترى وين لبحه وين تقولين الوسو وريجه وين علمك عله وين نحف ريسته وين تعليم لبره وين عقيدة السلفية المباركة ما نشره أودك الإنقاذي سعر تيبان سلعة أرتاح جدنا أنا سوي قاضي يا أوبت كان هذا لقط منها يا أو ما أرتاح الجروه يا مرك بارك الله فيكم إن السياح هذا كوسيد دارا مره أنت سوي ربع لي شيء جوابك وين كهرباء بابو حسوي سيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا ليال مالن فرحي فرح بدل إيه هو يمانتا سين وفرحينين وحي إيه فديان أو يشرفين oo ay akfar diyaan oo garbaha ka fadhiyaan culimadaydii waxay soo bartay iyo mashayixdaydii iyo kawaadirtii cilmiga ee manhajkan saxiix ah ee salafiga ah ee mu'tadilka ah ee ku saabsan cala kitabi wa sunna ala fahmi salafi salih nugu soo barbaariyay ee cabnay caanahoodii iyo waa ishoodii burqareysay ee malabka heed ee macaaneed ee ku saabsan manhajkan sharci وحاد مانتا أردادان باشان اسكوغو إماتي حفلتان ديغان إيسا نصيبك إليه محاكميدا إنو يحرف ديان مشايخ دو دي مباشر كاها إيو مشايخ ومشايخهم إيو مشايخ ومشايخ ومشايخهم وحاهالك اللي جهر أيا سلسلة دا ذهبيغا إنا يمام تهرتو دفر ديدو وحاد ديان عانيغا
أي قار ولا راها كميدة مركي هدلايين أيوة يقول مجا عابا يين أنا الشيخ هو دي حتى قار كود مبارقة يكون دارين أوالد أنا مرتبة دي سجارين فما بالو كالأجداد أبو بيالكي محظوم علينا يساميشا ما أنت فردية كوة عن توصر وبرتي يكوة أيوة كبرتين شيخ علي مركو هدلايين شيخ عبد الله بولو شيخ عبد الله عثمان حفظهم الله لبضى بوحي لهايين شيخ نجيبا فردية وحي إشارة ينوحوها الشيخ محمد عبده حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية وختب أعماله بالخير إلهي خير أكو ختبه مصيرة دي مشوار كديرا وكسوا باللابي من الصفر يزيرو وكسوا باللابي مده هذين المنطقة إمام موغضة سلسلة داسة دهي ستان ذهبي قاعد إلهي بأمنا كون مهدين هنا إنو إلهي نسوه قرسي ومرجع نيبا ولي وباقي هاي يمشى الأول نقنيني يسنة كيني وحان آدي آت أسود وين يا علماء ذي ذا هو كميديا هاي شيخ محمد عبده وهو كميديا هاي وكميديا هاي شيخ عبد الله عثمان شيخ عبد الله بولو وكميديا هاي شيخ عثمان محمود وكميديا هاي شيخ علي جوره وكميديا هاي شيخ عمر عبد الله أبيال وولي بصوا حنوسن آت يا ذو حنوسن شيخ إلهي عافي فضي وقمن لا هاي هذا قولك يقول قلائكو يا نصر يا أدي أدبو حنوسين يا هايسون قرطنا وقوك عضي حنون كلا نواقبي ونبرع مكرمتي توقير أيها أي مدنعين أيها إسيين وينين احترام رمتي أيها أي مدنعين إسيين ولكن هبينك أوغوب روبك أوغوب بدنا بعد أي حريت مقالي دينا نقاريس انتان حسوسانو روبادي يشربك يتوقي ونبا وضا الصعود إلهي هددد مع ذلك ويسوط شيحين إلا وإلا وإنان تقنا بيدين عن حصة يا ولا لها يا كلا مش هيخذها مدراء المدارس كي ما شاف ليه شيخ محمد داود ودي مدرسة السلام شيخ محمد شيخ إسماعيل علي رنت امتحان كي عرضت وفرده يودك سوق عي وصل سوء جيبي الأخ الفاضل الشيخ بشير أحمد ليلي هي مش هيخذها شيخ محمد عبد الله آدم شيخ محمد ياري ويفر بدينه صاحب رأي إخوانك يا ولا لها يا رجل عندها أنا قادي أدر ربع عن سنين ما أنت سوء جيبي أكرمكم الله كما أكرمتمونا صدق كرامي سن الله إني كرامي يو حفلة ذا نذا وحفلة متواضعة سكجابا ما أها حفلات كي التقانين المدارسته أتكبرتين رنتي الصورة هم ويردوا ذا لكن مضمون كي ما هي ذا ويكون خلاف سنتهاي وضركتان أو علوم بعد سكوي ما تأجله أنت النوريهين إلهي وحنا وفجيجي واللي بده فعلا ما عنده تخرج يسو أنا أيجا يجرب جو هذان تخرج كذا يو قال شو هذا إجازة علمي جاي ما أنت قادر عليها مركا وحفل العلماء خاصة علماء بس يا خاص كتا يدعاد يأنت تاجرتي قرب استكت واحد السياسي ونكون مرتقادنا قوية ريمانتا مجيو بل إنه حقوق إلى حد نكهة علمية أي ماشوا يلا طوع بل أي آدي آد يعني دوريني هذا ناس مجيو ولكن عيسى يرى وزيرة لكن عيسى وكمية مركز كدتك كل حرام وحفل شديد يدعو دي سبكة غير قاطي يكون جرة كفى إذا يسته لابد شربان دعوة إسكولاب بحنا إلى إسكوبت أيام سلسة حنا ميل بنانا ودبالة ودروال عيا أيام سلسة حنا مكرا قد دعادو نغمدها هدو شغاكة هلينا وحن رجينا يا رقم مدحض إيه سعيب ديسي إنو صو تشكيله سيدا إليه تبليغ على لغة التبليغ صو تشكيله ودعوة كسو حلو آدي آد أيام مارت الله عصانينا كسو دعوة مالين هاي ولا ليال وحاميشا نغودة ماضي سيدا اللي إشاري لباتن كتاب ورنتي آدي آدو قيمة بضان ومهات الفنون aya lagu magacaabi kara fanuunta islaamka ee diinteena ay ka bilaabato ummahaadkoodi ayaa halkan ayaan ka bilaabaday nooga socda ee yaa nooga yaan ka akhrisay ku akhrisanay ee fanni walbaba kitaabka laga bilaabo kadibna ka ku xiga kadibna ka ku xiga midal ahaan hadii xadiis la yiraahdo 40 baan noo ah kitaabka aan ka bilaabana xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa ku xiga oo aan akhrisanay buluq al maram إلى مارتي رياض الصالحين صدح ناس أيان خرساني فقه وكلا يقول إلى صدح بان خرساني سفينة النجا إيو متن الغاية والتغريب أبو الشجاع الريشري إيو كتاب كلا عدة الصالح وعدة الناسك وفقه الشافعي على سبيل المثال حكو جرى التوحيد وحكو جرى النحو ذا قار كمذا وحكو جرى السيرة النبي صلى الله عليه وسلم آدابتي أخلاق دي من كم منين ملك الكتاب آدي آدو قيم بضان السيرة دي هدي كتب تاسي أي أرضو أنت سيف عن أقاطان ويقاطينه الحمد لله وأنا كوكل صورنا هاي
maanta nin kasta oo 20 kitaab akhristay inuu dadka u gudbin karo. Ujeedada aan isku yareeyna waxa weeyaan inay maqraati ka noqdaan. Raggan waa rag aan ugu talagalay inay culimo noqdaan oo ay asaasiyadkii diinta baaday barteen inay dadka wax gaarsiiyaan oo su'aashii shaaciir ka jawaabaan. Su'aashii shaaciir inay ka jawaab ragan u tababaray oo ugu talagalay way. Maxay yeelay man xafida mutun haza funun baydeen. Ninkii mutunta xifdiya oo barta asaasiyadka funuunta dhawuuka uu koobay waxa uu culimada ku fasireen walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun rabbaniyin naqda waxaad baranaysaan waxaad baraysaanba rabbani waxa la yiri bay dhahayn alladina yuallimuna an-nasa sigara al-ilmi kuwa ilmiga kiisa yar yar dadka bara marka ilmiga kiisa yar yar aan baranay alxamdulillah waxaan runtii aan ogaahay oo ka warhayaanay khaasan anoo barayay rag fara badan oo kutubti akhriyaba hadaba oo ugu soo dabawada oo guriyaha ka masaajidooda ku soo akhriya oo dugsiyada ku soo akhriya qaar ka duubtay oo tuulooyin badan ka soo akhriya way jiraan alxamdulillah runtii aqoonta yar ee lahaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyo ilaahay baan la hoos fadhiyaa oo ka baryaya inuu ikhlaas al warzuqo samaradiisana uu ka dhigo mid naafica oo ummada uu ku anfaco ayaa ilaahay ka baryana subxaanahu wa ta'aala walaalayaal su'aasha shaacali diyaar ma loo yahay in laga jawaabo oo dacwada la gaarsiiyo meelaha mudan iyo tuulooyinka diyaar buu tihiin baraka allah fikum dayib waxaa intaasi ku soo noqonayaa diinteennan waxay leedahay sanad bay leedahay mutasil ah markuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam noolaa wuxuu marayay sanadku saddex buu marayay wa innahu la tanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin saddexdaasuu marayay silsiladaasi sanadka caaliga buu ahaa saxaabadii baa haddana nabiga ka qaaratay taabiciintii baa ka qaaratay taabiciintii baa ka qaaratay ilaa uu maantana soo gaaray isnaadkana min khasaa'isi haadihi lumma ummaddan muxamediyada khasaa'isteedu ka mid yahay ummadihii hore sanadkoodu waa wada kala go-ay gacan kuma hayaan sanadku ahamiyada uu leeyahay alimaamu shaafici maxamed ibn idriis abi cabdillaahi alimaam alacdam shaafici wuxuu leeyahay mathalu aladii yatlubu lxadiida bilaa isnaadin ka mathali xaatib lleyli yaxmilu xusmata xatabin fiihi afca walaa yadri ninka xadiidka baranaya in sanadna haynin wuxuu lamid yahay nin habeen xaabo guranaya oo masaska aruursanaya wara aan u haynin oo moodaya qori moodaya xaabo moodaya maski iyo abaysadi ayuu moodaya alimaam axmed bnu xambal wuxuu yidhi alisnaadu alcaalii sunnatun can isalaf sanadka caaliga ah wuxuu kamid yahay sunnada dadkii salafkaa laga dhaxlay way u xereen jireen si ay sheekhu sheekhim ula kulmaan sanadkoodana uu caali u noqdo alimaam ibn mubaarak wuxuu leeyahy cabdullahi mubaarak almarwazi alisnaadu min addiini walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa sanadku diintuu kamid yahay sanad hadduuna jirina qof warba wuxuu rabo ayuu dhihi lahaa wacalaa haada annagoo arrintaasi qaadanayna ayaa kutubtan hadda aan akhrisanay 20 ah dhammaantood horto ardadii akhrisatay waan u ijaase siiyey 7 kitaab oo kutubtaa kamid ana sanadkii ilaa muallifka kitaabka oo mutasila oo xiriira ayaan ayadana siinaynaa hadda marka waxaan rabaa anoo sheekhayga runtii ka idan qaadanaya sheekh maxamed cabdow iyo mashaayikhdeeda kale garab fadhida ka idan qaadanaya inay isaamaxaanna ka dalbaaya io cafiyaan oo hadalka aan ku dul leeyahayna iga saamaxaan waxaan rabaa aan unaadi asmaa almujaaziina maanta mujaaz iyo mujiiz iyo ijaaza arkaantaasaa meesha ku soo kulantay waxaan u yeerayaa asmaadaas faarax axmed ismaaciil ninkaan u yeeran hore usoo dhaqaaqo cabdalhaadi muxamed isxaaq cabdishakuur muxamed ibraahim calasow ibraahim yuusuf nuur aadam minhaaj kadiye minhaaj kadiye aadam bilow cali xasan aadam isxaaq maxamuud yacquub ibraahim yuusuf dhuubow xas xuseyn aadam mucallim isxaaq mucallim muxamed axmed xuseyn barre maryare cabdiraxmaan cabdow jeelle axmed maxamuud aadam cabdi gorod dhaqane maxamed cabdullaahi maxamuud cabdalqaadir maxamuud cumar cabdiraxmaan aadam cabdah aadam warsame faarax muxamed cali muxamed cabdallah cabdilcasiis weli cali muxamed
عبدي مطان رواء محمود محمد عبدي انت ويلشق قار بدن او بدن باجرو بقلاله او شروط قار كم مقن يحي او نيري مركي شروط سو دمهستيران هانسكو ايمانو بش شوال دي لا يرادو ايا راك قالن اجازته لا سين دونا كتاب تقار كم مقنا او قار غدل نوغي ماداي كتبتي وي سجلن يي مقا سو دمهستان سو دغيستان مارسكو ايمانينا وحين وا ديار وحا غدا لا غا دراي او ايانا ليست هور ان كو جيرن او لكن كميده يوسف عبد الله محمد علي عمر محمود رقاصة سويس تاغانو طيب جزاكم الله خيرا سيدانا الشيخ كتبت 20 كالباتن كاولين إجازيي لما أنتوت أجزنا لكم في تدريس هذه الكتب التي درستموها في هذا المركز المبارك إجازة رسمية وأوصيكم وإياي بتقوى الله وصالح دعوة لي في حياتي وبعد مماتي وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما تعلمتم الأخ فضل وانكور مرينا مرك ويري وحانكو ريجينا يا إجازة ورغلاسي أقاتانو شيخي فاضل كا شيخ محمد عبده ayaan runtii oo aad iyo aad u sabraya aan garanayo inay fadhiga xataa u dhibaayo si ay jeesa qaataan inuu bas si saab waxaan qadan saab waxaan qadan ayaa naga xirin toos u baxno inuu baxbad si inuu baxbad si xabad la wasiyeen hadda soo celi wax yar ba ka dhiman hala dhameystiro ku soo celi xafiiska laakiin inuu baxbadiisa hadal siiyo si loo arko sheekhan ku soo wareejinaya kelimada inuu dardaarankiisa oo runti qaali noo ah maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu anfaco inuu noo dhaho usoo dhowo jazaaka allahu khayran sheekhna baraka allahu fiik assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda haada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وحان لا يهي وحبنا نقوم مرده كرأ waqtigii baa inagu muxuu ahaa yar dheeraaday waxaan si idinku soo koobi cilmigu saddex weji buu ku yimaadaa lug cilmi buu ku yimaadaa cumrina waa ku yimaadaa xarafna waa ku yimaadaa markay saa tahay lugtii iyo cagta waa isku mid waa nin dal badan maray oo wareegay oo akhlaaq badan iyo dhaqamo badan soo arkay cumrina waa sida aniga iyo wixii ilamida oo waqti dheer soo jiray oo duruuf kala duwan iyo ummado kala duwan la soo kulmay midkaasna waa taariikh ahaan laakiin midka rasmiga waa xaraf xarafkaa xaggee ka yimaadaa xarafkaa wuxuu ka yimaadaa rabbulciza cirkiiyo dhulka allihii hagaajiyey baddi iyo barriga allihii hagaajiyey jali iyo naar allihii hagaajiyey ayuu ka yimaadaa habeen iyo maalin hagaajiyey xarafkaa isaga ah waxaa weeyaan risaala ama nuur waxaad tilaabaad odhan kartaa markaasuu wuxuu u soo dhiibay khalqi oo khalaaiqdiisa ka mid a oo isagu u doortay siaad ogtihiin malaa'igta nuur baa laga abuuray jinnigana dab baa laga abuuray annagana turaab baa nalaga abuuray malaa'igta rabbi wuxuu mid walba maalintu abuuray bu dhiibay buu hayaa ma casiyo ma daba maro kama daaro kama jirado kama qandhado kama seexdo sidaa daraaddeeda waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo meelay hurdaan iyo kama rabaan lumaba arrintaa looma yeelin cibaadadii alla u khilqay keli ayay ku ekiyeen kuwaa maalintii la abuuray sujuud la amray sidii u sujuud kuwaa maalintii la abuuray rukuuc la amro sidii u rukuuc kuwa maalintii la amray taagan oo sidii u taagan mid walba maalintiiaas ilaahay wuxuu ugu talagalay buu hayaa ismana khilaafaan marka caddadooda miyaa toddobada samay degan yihiin
وما يعلم جنود ربك إلا هو حددوا الله بأقوى حكا لهم جنوب سيدا دراد هذا مد إياقا كمدا وصغوا الدورتي وجبريل ليلا أيو فرينتا يؤسو دي بجري حد أمد مركا فرينتا إن لقارسي يلا ربا نن كمدو كدوران جري ما يدمر ملاحين نن كمدو كدوران جري نن كاسو دي جري فرينتا نوغي رسالة إلا وفرينة فا يساء وشك بر أستغى مركا حقود بيا فرينتي إلهي حقود بيا سيدي هذا الشيخ وينو شيغي مركا سنة كصدح بجوغا محوة هاي ننك اسم رسولك إيا ملقي وكيني إيا الليها يا رنتو كتميد ويان مركا سيدي هذا راد هيدا فرينتا إيادا وفرين هدي إلهي ما هيدا لوغو تلقالي if ya akhira in lagu liibano ninkii ay hoggaamiso oo qabsado yeela aduuna inuu muxuu ahaa nolol wanaagsan oo raaxo leh oo muxuu ilaahay raali ka yahay ku noolaado akhirana guriga aan wada maqalay in muxuu ahaa u tagi doono sida daraadeed muxuu ahaa nabigeena sallallahu alayhi wa sallam muhammad ee ogtiin anbiyaada inuu u dambeeyay oo waxa rasuulo ka dambeyn haya u san jireen سيداد وذا وقتهين إلهي وحكومة عابي كتابك القرآن كسول لي بين نور أستغى نفتي سنة الله وحكومة عابي نور أستغى مركو نوركم عابي وحجر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين في سورة المائدة نسك ظهري نور وإستغى وكتاب مبين وقرآنك قرآنك هنا محل أسنى الوم عابي يا محجر إلهي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا مركا لما النور أولا سسيي أولا سديبي يا إنك هدي بيدنا هاي إن هرتال مقعينجر لما دي النور مننا بحوا هاي لما دبا أن ميكت كوكا بنو بلح مرلي كره لما دبا ميكت أن كوكا بنو السيئي مركا ساها الرسول صلى الله عليه وسلم نور كاها حدنا إلهي ملك المحكيري مداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحفينوس شدا وكو دار مهي وكو افتمن هاي ويان مركا ننكي دونيو أما انت حفديو أما مسلمها خبر كسيك لهو قارو أما هريب وحو قارين ننكي دونيو افتنكا إنو هقاميو وادي ليبانتي آخرات كل ليبانتي أدنبات كل ليباني دي إلهي ما هي تا يلا وإنانو إنجي أن كتر قلا عوني ما ضعه إلا وحي غن يمد نكستاو ويمد جنب ويمد إنسب ويمد أيها قاضي قوم ويمد ملاكتي مركب واحد يسقى هوا نور نور كأن كفى إذا يسنو أو نسيد إنه ويمد إنجن عوني ما ضعه حلا إنه أركو إنجو أو نور كي لبدي النور سيدنا أو كل جن ومحو هاي إنه قامين أيان حدي إلا إنه واركو إن با إنه قد ديان بضان إلا سيدة وذي أكتهين ربي سبحانه ما إذين كرنو وإذين نقمالها لكن وحاد أكتهين كنك الروح سقال بقر سقاشن إيا سقاشن إنه أدياري قدك دبكها والله المستعان سبحانه وح الله وح ربك يفعل ما يشاء محادو يشي مرده كرنو هاي كونكي وحا كسوهري روح با كسوهري روح قولي ونكسناب دياري سيأينو ونقرنو روحي إلهي إنو قدوه إيو كوي إلا راحة هذا وحا إلتها أنيو أنورت إلاك مدى كودة دالو مركا نفتين حقاجينو أود توسينو أون إسألنو إنان هقان سني مركا يضا ويان مركا عمل كين إنا صدح بو كورة كيبان يهي صدح لا مدوى أساس لبنا أساس كي يكور سارين صدح من هو قلبك من هو قول من هو حويان فعل جوارح ويان مركز سياد اكتهين قلبك ولا ليالا هو أساس بوري نكي نسا هيا وإنو حدوا انت ويهي بحو هاي دبقات كيسا يوجد كيسا قضاء مركز براء يردقح إيا اسميت يحسو نمبو كبو حيا يحق سيو بوري وويشو وصنو نغنقاقين عمل كيني labadi meelode kale hadaan rabno inuu muxuu aha amal taagan oo inaan faa oo laynu arko u noqdo asaaskii aan hagaajinno
أساس كان واد إيجا علمي بدتين أنا ذا سيدو رمتا علمي الدقيض بان إذن دائر هاي لكن علمي حرف إذن كاي دائر وحو أول بحابنا إنتي سيغريت وامن سيئي اللوم حيا سمانا قراني مركا علمي أساس كا شيء أساس كا وقلبك وحاد أكتين وإيجا أكتين إن النبي إنه يلي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة ألا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نوروبا ويقعد ببضطة هاي كلمة ذا رجينا ست أمهات الستة غير كود أغرين هاي إيه وحلم ذا إيه مفسرين تينا كل واد يقعد ببضطين وحاد أركيسان أساس كعمل كالصالحة إنه قلبك يعني قلبي هدام وناجنه أو أمرار القلبية أنكسفينه سيدا حستك سيدا رياء سيدا هاي نعى يعقضلا قبلية السلام كأكل سن هذا أنكسفينه هذا أنكسفينه محوها وح الله وحي ساس وكلاء أو إلهي وكبرك كم إذا عجبك كم إذا هذا أنكسفينه عمل قلبك يعني وهاقاقي عملك يعني كلا وهاقاقي كي قولك هو هقاقي كي فعلك هو هقاقي أساس بويلنا يا وحانا نكرجيننا إلهي مركا إنه أساس كاس ملك ننكستوى أنفعه أوهن قريه يكن جيننا هل نحيانا نفع ديني إن محوها بقولك يبسقالي يستقاشر إن محوها حق سيد الرب وقاسان تايينا نفع ديني هرتين باللوايي وصوصي بابويدي سياد أكتهين نبي الله النوح هذيب النهاية أد في أمدي سو بنداي كل كي بحسي محاكرة محاكرة ما فرت ميوا محور محور ما أمر معه إلا قليل ما قرتين مركب مدا وحي كتوس هيسا أرن أم حوها إنك قعنتين إنك كجرين لكن هذيك دوسي محاكرة صار من دال تاو حين دوسي أرن تاي يضع نبي صلى الله عليه وسلم أم هاي مدينة جوغا ومسجد كي سمال جمعة خطبة وسوديار قروي محوكا بحي لحية طمن فلان أخرج من مسجدنا أنك منافق لحية طمن بكسار مسجد كينا يقادين ضد كينا تصحيان إنا كم دين ضد كان مؤمنين تا لحية طمن بكسار لأن إلهي بها محوكي الإلهي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ما يا فحسبتم أن ما خلقناكم ما يا في سورة محمد أم حسب الذين أم حسب الذين في قلوبهم مرض فيخرج الله أبغانه وط سيبوا نشاء لأريناكم فلا عرفتم وكا ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتم ولا تعرفنهم سيما مكا إلهي مركا وشيغا مدمد بأقوم وشيغا مركا سور كبح مرافق كبح وفعل عمر رضي الله عنه وارضاه او يرجل وي وديبو دحاي كوي يا عبا كوري ور مخا ميا لا توكدي مايا ها كو اوغابا وحي له النبي سوري ومرافقين ما قرستين والله ليالو توسنان لو ود هيل مايو ان بحوها دلال او ان جيس نقن او حق ان اسكغا كدن نو انت كو سورو كي كو راعه ادبنا يا كو راعه مركا وحان لا يانو او مركا يكو سو كوبي حبكن حدا علمي ومحوها أفافها يو وحب إلهي إنو يصيري فيري رقم وحالغي يابا قريوه دي إني ميلاهم وديهين وحاهل كان كرد إكارتايسا ذاتك قريوها دقان آبية هويا ويليا كبربا حال كان درسي كتحان إني كو تحمان يا سورة قلعة تاسا سورة قلعة أنقنا أنيقا وقتي يام سوماري إيا وحوها وقت إيا وقتي كور ريينا وحالغو سوماري دروس حالقارة سيداد ودي وقتيين رقي رقها تابعين تي أطباع التابعين هذا من محدثين تي أئمة دا والعلم كل يوحي كدام بيه وحبكو سومر الحلقات قاتش قاتش رفات اون سلع وحاجرت ونهاد كهر أركي قلب أركيه نن إلو أبيه وراق وقري شانتي سلاضوت يعني هل صلو كتو كذيبوي وصبحي ظهر عصر مغرب عشاء ما عم بيشا كفهمت إنو نكا إنجيجي لا عنك أنسن شكيس كجيرين إذا ولا حار ولا كادي ولا إيه أنو قلب فيبا كجيرتا فقا ساسة وحكو برانيين ساسة وكادي وحكو برانيين
أني محمد إن الله هذي أني جو مقالة مقالون كصومالي كم إذا جوا يعني أني الصاحب كي صبحي كتابك وان أكل ويني قاعد درادة أن سوري يسنجك فركان سانس كصولوني مقالة دي من صور أحمر لا بس شيل بان هلا شيل وحنكو قدر نتوان حبوا موسى كانوا شنبول لقي شيل كي كله بيا مع معار وملها وقده وحنكو قد قدرني سيدو عندها كوه لقاني مقارنة إنسان مركب ما أنت أنا محاضر كإنسان جامعة الله صفوري ما سعودي بقى هذا قطر بقى هذا هدي بالكويت بقى هذا وحال هذا مصر بقى هذا ما كستوى ولا صفوري ولا سويري وضن كاين بيك فرنتاي وهدي بين نايتي وكلنا يا كفرنتاي مركب والله العياد نعم أنا هاي سنة نعم هذا أينه هاي سنة أينه إن لقى لماذا سكب اللون وكشغل هذا أينه سكب اللون إنك سو شغل ويريا والله كي وهم كسو جب جبينا يا يعني الوقت يوم كنا رينينا وحام حد إسكاله أو شكر إسكاله الله سبحانه وتعالى اللي هو حواها النور كاسود جيي نور كانو كيني نور هذا بين هاي أنبياء سايا حواها كل نوري أمضى هذه وحي روحي راعي يعني إلهي كم هذين هنا وان نقم ذي هاي وان نقم ذي هاي وحاك لهم يقدري دولة دندان إلى ينقم هذين هنا نبدا اي نسيسي حريه اي نسيسي دين تنلا سانو ودسينو سانو واخ او دونينو سانو واخ او برينو ان لو فرغلينين محبان وعلينينا دون دلال ارنتا انو وان اني صحتاي يان امين سنهي محال سببا نبي صلى الله عليه وسلم اسو جوغي واي مكه او مخو اها اديردي اي تمن هيين يو كعرلاي دور كو اسكا غلاي asaga oo nafti inay ka baxdo halisa oo iyo gaajo iyo rafaad ma ko markaan sidii hadda u amrintaan u amrinay yaani kamida duqeydi quraysh ya la kulmay mudcim ibn adi leeyah war maxaa dhacay saas ay haystaan waxaana ka soo qaaday suuqii makuu marmariyay markuu tusay dadkii inuu isaga wado adeeb aduun yahay xor ba tahay ka marka maxaa sababa waxa weey markaa waxa jiri jiray nin hadii la warko nin magaalo isaga wada لما تهان كرين والله سكوت جبي مركا النبي صلى الله عليه وسلم ما نكتي بدر العضي واحد أختينا تضبات اللي قد لي تضبان اللقبتي تضبات مركي محيولي هذا من التضبات كي واحد لاي كون كذا أوريا قرن كا هذو ما تمد ابن عدي لولي هاي أو سؤاله إن أنا أسيدا وأنا أسيدي لها وظهر فيري مد عمل مشرك مكود من قال لي مكود أنت كون هذا أولياء هدو إيه ويدينا وانوسي ديلها ومشركين وقالا مركا ميشا محاتو همتين لنك إحسان كو سمايا محطبو كولي هاي هرطو نوارو بوقو قال مبينا هدو ياي مسلم هدو ياي وحو دور ها هاو لنك إحسان كو سمايا محطبو كولي هاي تانا وإنا طلن يروي أغاتان ها أسف لبود حنقونينا هدو الدين سيساي كسورو ببارلوغو وضا وحدو كتير نبيو intay usturoobi weeyday inuu makkah dadku ahay inuu ka xabashii aaga xabashina markaa waa gaala masiixi ah weeyaan maxaa dadti ba keentay wuxuu yidhi meeshaas yaa nin boqora oo hoosiisa dadka lagu dulminay inuu joogey oo saada raftaan ilaahay ugu caabudi kartaane ka aada ma tii soomaalatan oo kale hadda aniga waaysan wallahi billahi aniga fahmigayga mid aan dhumaanta haysano meel lagu haystaa inay jir waa aniga fahmigayga suwada garanay marka saataraade soo dhawaada markaskan dadkii qalqaaliyayo dadkii muhiimad dhisayo dadkii ka shaqeeyo allah idin ka jirsiyo allah idin ka jirsiyo allah idin ka aqbalo allah idin kaalmeeyo kulligeena waxaan leenahay wuxuu aha ilaahay isku keen cafiyo ilaahay isku keen saamaxo khatmada allah inuu hagaajiyo wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah waxaa ku jiray dadkii jazada qaadanayay laba gabdhood zahran maxamed xasan iyo ruqiya maxamed xasan ayaana kamida lagu jazeeyey qataas bilash caqal waxaan ka tagnay oo gadaal iga keenay ismaaciil xasan muumin isagaana nin mujaasiina uu kamid yahay ilaahay anaga aqbalo subxaana watacaala intii hadalkaa in wasiir insha allah tacala soo gaami culumo kale oo rada jilaha fadhida oo rabbina naga ina hadlaan sheekha waa daaray marka insha allahu tacaala hadalkoosa soo gabagelisanna jaa
شيخ ومحسن هاي لواتن كتاب ماشين كو أقري أنا وان لسه عدي أنت وان شيخ هذا ماشين وكبري وحبذنا وان إيمان هاي دور خنا وان صورة عن سيدو شيخي أريمان دعوة دينا كشقينا وان لحر بنا أرين تير كنت راي وارين تشي علي وشيخي شي علي قوري دول كآد بلوغ رفاسيني نمعلن مانتا دا أنغارس كو هيسنو دوكسية دين ولمدن ونكسن مسايد كا وحكي شيخيان مربرها دتك وعندنا يان تد كمد والبنين كي واحد بينو دقيستو التي سأيوه إرمان تاي ماها تدو حاب الجرابة والجي بان أركنين علماء وحشيجي هي دور كان جوجا وساكنين سكجال وبو كلا وتدو ماذا نهات هذا الكوشيجي سكروا ما يسمى أول عليه إن بعد دور كيا جوجان رنتي إن الدعوة أوجك سنو بري عند واحد مدع علماء ذي مقالة أرجع لهم هاي قرر له هذا وحوجا بيها نقبو يمقالة إنه لايتن يا موبايل كي مالهن ومارت وحيلها اللي جهله إني آد لو جعلي هاي ودور كارلو سوق يوريج يعرض على جيفان إيو عاد نو وقكس بدل نمان كتب ليقه أنا وحن كهاجري دي سي لو كابلام بلا سب كونتيكا وقت كه الرئيسين وحن كشقينا هاي دخيل كروس طول أنت جن مال هامي إذا شيخ ده وشي غي وانت غي كلو قمل لنا إذا كه آدم وبي أي دهان وانت غي إذا نو كان بسماك أنا سنتا كدي قوت غي فناني تولوي كبدي مدن سيحرين مجرين مركا إيجاد فيرسو لمن كتبليقة تولوي قاعد ويجع الله حربي أنا لين يربضون ومقدرات دي بلاي إسكال بنت أيكم بع سوق قبطان حقا علماء ده إنن كائل مبضان علماء ده يده ويرد ده اليرين ولكن أنا كن سوايا أمد كله هذا هو معنى يسملها وحن إدين شيء إن الله يكشكرنا ودن كان هذا عن جوجنو أنا وحن قباسيه الشيخ محمد شيء ودم بضن ومسلمين إنه كفي عني حق الدعوة مركي رضي أنا من سنة وأنا مع إلهي نسيجي فودن كابتن يكسو مهدات سعطو ودعوة دي عادو ودو ميل والبان ورالها وكسو دوين أدووتي كي قال كان هاتا وامدكو أيد سنة وكو حشمينا دي أوفيس او جوغو يهدو بعشرة وطبو دينت إسلام كآد بي اوهو يهو احتراماً مالك عارين تايدا يهدا كفا إذا يسم وينو وان أنك دعوة دي كشاقين وينو وان دينت ميل والبقارسين وينو حنو مالين وعارين أنك انتحام ونوطالو ولقيها من قيامنا لويديو هدي سيل ربان قدام وينو marka hadalka ma sii dheereynay ana arimaan ay ka garabaan u ahay sidoo sheekh abdirahmaan sheegay inta kale madaxda waan gaarsiin niman badan oo hadda wada hadalno oo arintaas kala shaqeynana way jiraan ka qayb qaataan ama gacan laga dhiibo ama ha soo kaxdii la dhaha koo la culimada waxaan ka codsanay dadka madaxda naftooda inay muddo u yeelan way u yeeraan oo waqti khususan ama wasiiraha aadan ama PSC aadan ama governor aadan khususan culimada intay waqti u yeesho isku yirt in wax loo sheego dacwada wax laga faansii qofkadu waxba fahansaneyn waxaan wax kale umbay la tahay ila hadii la fahansiyo oo hoos loo gudagalo oo sidii nin uu ka tabliiqay yelaan oo kala tashkiilka daash Cabdiraxmaan sheegay qofka la tashkiiliyo fikradiisa wax weyn baa iska bedelaya aniga naftayda la hadlayo oo dhalinyarada iskuulka soo akhristay oo ku weynatay ma iska jiray run ahaan hadda aan sheegay anta tabliiq baad igu dadaaleen een ma ma fiicna in been la sheego culuma tabliiq baa ii maadeen aniga office joogay Red Cross aad baan wada hadalnay waajibki sarrabay fahansiyeen waan israacnay waan baxay tobanbari afartanbari baan baxay waxaan arkay runtii wax kale kuma arkin kitaabka quraanka sidan aayada quraanka sidan bay tiri xadiidkana sidan buu yiri marka inta ayada iyo cibaadada oo masaayidka 24 saac la joogo dikriga oo la badinayo allabariga oo sujuudda lagu badinayo marka waxyaalaha fiican oo hadii garab loogu noqdo ummadana masaayidka aad ugu soo xiran dadka waliba caamiga aad bay ugu dadaalaan oo masaayidka ku soo xiraan haddii cilmi weyn ee qaanin oo fidinina qofku waxay ku xiraan inuu Ilaahay ka cabsado oo Ilaahay ku xirnaado oo masaayidkii culimadu ku soo xirmo shanta waqti masaayid ku tukado inta nafteed wadaa marka waxay la tahay bal nimanka ayay kan la soo dhaweeyo oo waxay ay hayaan meeshii ka hanuusan yihiin laga toosiyo oo shaqada waa umnido iska barin baa loo wadaa iyadana marka hadii aan gafeyn hal iga raali ahaado inta aan ka arkay baan sheegayaa marka waxaan leeyahay culimada aan isgarabsano oo soo shaacada sheegay bal duurkan أدى اللغة الفاسية أن أبحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أحسنت ولمضى أرى العالة صورة العالة شاخرين مركز دار من القرى كصعد أعتبر وفردي الله بركاته مركز كان حان حصة يا رقي رمتي ناقل قيب قاتي حتى حفلة كقيب قاتي ولي إلياس باكميدة خير الله سي الله بركاته ولكن هل نبع نور لسي هل مليان يتضابق ولكم هل نبع لسي يا قضي للك
ismadana runtii rag badan baa ka qayb qaatay. Dhammaantood ajirka iyo thawaabka aakharo ilaahay subxaana wa tacaala siiyo. Waxay doonayaan adduun aakhara allah ha siiyo. Inta ka qayb qaadanaysay hadda maanta u taagana ilaahay ha barakeeyo. Waxaa hadalkii uu noo soo gabagaboobay walaalihii ijaazada, waa isku imaan doona insha allah dib baan isugu soo noqonaynaa. Ragga kale runtii halkii taab labaya ka maqan yihiinna waa inay ballan qaadaya insha allahu tacala. Jaasidiinaad leedihiin shawaal markii la gaaro soon fur aan isku imaanayna insha allahu tacaala. Waxay naga dhimana soo akhrista baaraka allahu fiikum. Bacda shawaal waxaan ka tashan doonaa duruusta aan sii wadan doono oo kutubta qaar haddaba la sii iqtiraaxay way jiraan oo ka mid yahay almuntaqa alakhbaar meel wadaarka lagu sharxay iyo kutub usuul fiqiga ah iyo fiqiga shaaficiyada zubadka uu ka mid yahay. Kutubba hadda walaaluhu iqtiraaxayaan oo leeyihiin hala bilaabo insha allahu taala waxay noo noqon doontaa markii lasoo istikhaareeyo oo loo soo khalweeyo oo laga soo baxo fasaxa dheer ee bacda ramadaan ah waana nala ilaamin doonaa insha allahu tacaala. Noo soo dhawaada dhammaantiin ilaahayna barakeeyo, waana sharafteen, ilaahayna sharfo, ajirkiina iyo thawaabkiina allah badiyo. intaas socoteen intaasii socoteenna ilaahay inaga abaalmariyo. culimmada odayaasheenna ee mashaayikhdeenna ah yaa baxaya, raggiina dhallinyarada iska fadhiya, marka iyaga baxaan unbaan inteena kalena kici doonaa insha allahu tacaala. jazakum allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waxaa jira qafl alkhitaam, laakiin qur-aanka bilowgiisi baa nagu filan insha allahu tacaala. hadda hadalka waa dhaxay. asalaamu calaykum.